بعد دعوات مقاطعة فروع مطعم ماكدونالدز الشهير، وبعد حالة الجدل الكبيرة اللي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت، اعرف معانا قائمة المطاعم اللي بتدعم تل أبيب، واعرف معانا أسماء الماركات والسلاسل التجارية التابعة للمقاطعة. حالة كبيرة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد حملة المقاطعة اللي قام بها عدد كبير من العرب ضد المطاعم والعلامات التجارية اللي بتدعم تل أبيب. ودلوقتي كل الناس بقت بتسأل ايه هي المطاعم اللي المفروض نقاطعها كعرب. المطاعم اللي داخلة في المقاطعة منها مطاعم ماكدونالدز، مطاعم بابا جونز، مطاعم بيتزا هات، ومطاعم دومينوز بيتزا، ومطاعم كنتاكي. والمطاعم دي بتختلف ملكيتها، فمنها مطاعم ذا ملكية واحدة، ومنها مطاعم تانية بتقدم خدمات للجمهور من خلال وكيل عربي اشترى اسم الماركة وبيشتغل تحت اسمها. ودور الشركات العالمية هو السماح للفروع في البلاد المختلفة باستخدام العلامة التجارية محلياً. المصريين والعرب خلال الأيام اللي فاتت أثاروا حالة كبيرة جداً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ما قرروا إطلاق حملة مقاطعة لأي منتج بيحمل علامة لتل أبيب. فبعد قصف غزة اللي تسبب في وفاة الألاف من الأبرياء، العالم العربي كله تعاطف مع أهل فلسطين، وطبعاً العرب قرروا يردوا بطريقتهم الخاصة وأطلقوا حملة مقاطعة لعدد من المنتجات، ومن المحلات دي سلسلة محلات ماكدونالدز الشهيرة. الموضوع ده أثار حالة كبيرة جداً من الجدل، وفي ناس كتير قرروا ما ياكلوش من ماكدونالدز تاني أبداً، تضامناً مع شعب فلسطين الشقيق. وكل المصريين أعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية. طبعاً الموضوع ده اتسبب في خسائر كبيرة جداً لعدد من فروع ماكدونالدز في مصر، وكل الناس بقت ضدهم. وبعد حالة الجدل الكبيرة اللي حصلت، شركة ماكدونالدز المالكة للعلامة التجارية لمطاعم ماكدونالدز في مصر أصدرت بيان ردت فيه على الانتقادات دي، وأكدت فيه أن ماكدونالدز مصر هي شركة مصرية 100% وبيمتلكها رجل الأعمال ياسين منصور، وإنها واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر. وكمان الشركة وضحت في البيان إنها بتوفر أكثر من 40 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لمواطنين مصريين وعائلاتهم من خلال شركاء وموردين محليين، بالإضافة لحرصهم على مدار 30 سنة على إطلاق مبادرات تنموية رائدة لخدمة المجتمع المصري. وأوضحت الشركة إن دور شركة ماكدونالدز العالمية هو السماح للفروع في البلاد باستخدام العلامة التجارية محلياً وإمداد الموظفين بالخبرة لتقديم أفضل خدمة للعملاء. وأكدت الشركة إن فروعها في مصر ملهاش أي علاقة باللي بيعملوا أي وكلاء في الدول التانية. وبعد رد الشركة في ناس اقتنعت ورجعت تشتري أكل من ماكدونالدز تاني، وفي ناس تانية أصرت على موقفها. والناس كلها بتسأل إيه هي المطاعم التانية اللي مفروض نقاطعها.